سيدات شوبينغ. أربع مشاركات غادي تنافسوا على لقب سيدات شوبينغ، مبلغ محدد، وقت ضيق، وموضوع من اختيار ليلى حديوي. صاحبة أجمل إطلالة كتنول إعجاب المشاركات وخبيرتنا ليلى حديوي كتصبح سيدة شوبينغ. مشاهدينا مرحبا بكم معنا في يومية جديدة من برنامجكم سيدة شوبينغ. اليوم غادي نشوفوا أقوى لحظات اللي دازوا مع رجاء اللي جاتنا من مدينة مراكش، ولكن ما تنساوش بأن هذا هو آخر أسبوع ديال هذا الشهر هذا اللي هو الموضوع ديالو هو لو تيشيرت الأبيض، وغادي نتعرفوا على آخر متسابقة في الآخر ديال اليومية. شاهدوا جميع. بحال كل أسبوع شروم سيدة شوبينغ استقبل مشاركاتنا الرائعات والأنيقات. بونجور لي في. اهلا. بونجور الغزاله. توحشناكم. توحشتكم بزاف. مالكم؟ توحشناك هذيك بشحال هذي بزاف. توحشتكم بزاف. لا لا بشرى، سمحي لينا إلا قطعنا لك هذه الجلسة ديال التحليل والنقاش، أما دابا غادي نمشيو مع رجاء لعاصمة الشوبينغ باش تقلب حتى هي على أن لوك إيبر ستيلي بالتيشيرت الأبيض المفروض. ثلاثة، جوج، واحد، توب شوبينغ. بغيتي شوبينغ كون ما دايرش. فيها 36. وي وي وي. 799 نزل متعة وهود بحالك في الدروج. البنات أنا ساليت. شوفوا 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 ليا لي بوتون دوغي لي ديتاي نواغ التيشيرت كومون لي اون فالور. هاي وكتبان ليا فرحانة به. ليلى بصح يستاهل. تو لايك. اه جو لايك جو لايك جو لايك هاد لو تايور. الوغ فريمون لا ماتيير ديالو بالمبرا اللون ديالو زوين، لا كوب ديال البنطلون اللي هي لارج. صافي راك داخله في الموضوع ديال هاد الشهر. السلام عليكم رجاء سيدة شوبينغ. تري جولي، هادو عجبوني هاد لي بوتين، راه دابا دارجين بزاف على الموضه. انا جو لايك. وبلاتي نزيدك هاد الساك اللي اختارت معاه. انا الصراحه الساك ما عجبنيش، جاني بحال ديك اللعيبات اللي كنخبعوا فيهم التليفون باش كنهاودوا نغرقوا في البحر. والله يا العفيريته الا جبتيها لاصقه. ليلى هاد الساك طوندونس ولا بصح الا غير اللي بغى يغرق في البحر؟ اه بعد هاد لو ساك هذا انا جو سوي فان جو لايك. الحمد لله الصباط والساك تهنينا عليهم، ندوزوا لحاجه اخرى. وي جري جري ولكن ما تفوتي طاقم التصوير، ما يبقى لنا ما نشوفو. الوغ هاد لو سوتواغ هدا اختاريتو واختاريت معاه هاد لي بوكل دوغي، جو بونس انا عزيز عليا بغي بغي. الوغ فوالا لقيتوهم تيبريو وشديتوهم. ترو 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 بريان، سا فا با دو تو افيك لو لوك، دونك حاولي تختاري دي موديل اللي هما يكونوا سامبل ايبوري يكونوا كبار يجيو باينين. لحظة الحسم وصلت، تقريبا جميع القطع اللي قيست رجاء عجبت البنات، ولكن فرقتهم لمجموعات وكل وحده ولولوك اللي عجبها. واش غادي تنجح رجاء دير الاختيار الصحيح؟ واش غادي تعرف ترضي جميع الاطراف؟ سيداتي ساداتي كنقدم لكم رجاء. تبارك الله عليك درتي هاد لا توني، هادي هي تخي طوندونس. بهاد النقطة ديال لالا بشرى كيصبح المعدل المؤقت ديال رجاء هو 6 ديال النقاط فاصلة 33 في المرتبة الثانية من بعد كوثر. شكون غادي تقدر تصدر أعلى الترتيب وتفوز بلقب سيدة شوبينغ ومبلغ 10,000 درهم؟ الجواب في الأسابيع المقبلة من سيدات شوبينغ. وبطبيعة الحال المتسابقة الرابعة والأخيرة هي نجلاء من فاس. آمين. باي باي. خليكم دابا. باي باي. باي باي. ميرسي البنات. إذا بطبيعة الحال كيف عرفتوا آخر متسابقة ديال هذا الشهر هي نجلة اللي جات من فاس، وإن شاء الله غدا غادي نشوفوا لو دريسينغ ديالها. وما تنساوش يوم السبت، يوم السبت غادي نعرفوا ولا نتعرفوا على شكون هي اللي غادي لقب سيدة شوبينغ. وما تنساوش تخلي التعليقات ديالكم على لاباج انستغرام ديالنا سيدة شوبينغ. تلاقاو غدا، السلام عليكم.